نتناقش في هالموضوع في الجمعة بكرة. طيب أعطيني التقارير. تفضلي دكتور. وين كشوفات الإجازات؟ أشوف هذا الأسبوع ما حد قابل شيء. والله دكتورة ما وصلني شيء من رؤساء الأقسام أبدا. كيف يعني ما وصل شيء؟ أنت تريد تفهمني إن ما في غيابات في المؤسسة ولا في تأخير من قبل الموظفين؟ علمي علمك دكتورة، بس الأحكام السابقة ما في أي تأخير ولا في غياب أبدا. حتى لو أريد هذه الكشوفات بكرة من أول الصباح على مكتبي. إن شاء الله. تعال هنا تعال. بالضبط القهوة؟ يا سكر زيادة يا سكر ناقص، خذ قهوتك واطلع من المكتب. تريد شيء ثاني دكتورة؟ اي اريد، اريدك تطلع من المكتب. اطلع. تحت امرك دكتورة. واسمع انت. نعم. اذا ما التزمت اسبوعيا تجيب لي كشوفات الاجازات على مكتبي انا راح اخصم من راتبك، فاهم؟ على امرك دكتورة. اي اريدك تخلص الشغل، ما اريدك تروح البيت، انا بروح البيت اتغدى وبرجع بحصل كل شيء جاهز. أعوذ بالله منك، ما مخلي حد في حالة، موظفين، خصومات. بعده على النار. كيف يعني بعده على النار؟ وانت طول الوقت مو جالس تسويه في البيت، وبعدين ما هذه أول مرة أدخل البيت وما حصل الغداء جاهز. دكتورة أنت تعرفي إن أنا وحدي في البيت، بصراحة تعبت، كل الشغل فوق راسي، أطبخ وأكنس وأغسل، بصراحة أنا تعبت، أنا تعبان دكتورة وأبغى شغال. ما لا وحدك تعبان، أنا بعد تعبانة، طول الوقت في الدوام واقفة على رجلي وكلها اجتماعات ومشاكل، وانت حضرتك ما قادر تخلص شغل البيت. دكتورة انتي ما تعصبي، لا هدي شوي هدي، انتي تعصبي واجد دكتورة، شوي شوي وان شاء الله تو بس دقائق ويكون الغداء جاهز. مو ذي الريحة؟ هذه ريحة الأكل، ريحة حلوة. لا هذه ريحة الأكل يحترق سليمان، الأكل يحترق. لوبة ماشي مشي الأكل ما يحترق، كل ذي الريحة تارس البيت وبعد الأكل ما يحترق، ما حد يقدر يعتمد عليك. أزواج آخر زمن، بصير أتغدى برا أحسن لي، ولما أرجع لي معك تصرف ثاني يا سليمان. اي والله صح، وابوي الاكل يحترق. اب سليمان مستر سليمان. نعم. مبروك مادام حامل. الله يبارك فيش مدام حامل، مبروك انتي بعد، الله يبارك فيش، مبروك مدام. بس عاد بس خلاص سمعنا، بس سكت. زي قوي الله يبارك فيك. خلاص قلت سليمان. أنا فرحان أنت حامل. قلت خلاص. إيه؟ واحد ما يفرح يعني زوجته حامل.
أقول هدى هذا اللبسة غاوية مو رايش فيها؟ إيه ما حلوة ذي. فيها كمة حلوة. قلت لك ما حلوة ما عجبتني سرقعها مكانها. زين. أقول هدى أنا أروح أشتري ملابس حالي. خلينا نختار ملابس الجاهل. ملابسك هذه بتروح تختارها وحدك هذه شغلتك؟ إنزين يعني أنت ما تجي معي؟ أروح بروحي؟ هي بتروح وحدك شغلتك هذه بتروح وحدك تختار ثيابك. خليني الحين أختار ملابس الجاهل. اسكت شوي. أي والله صح اسكت شوي وبعدين شغلتي وشغل البيت شغلي صح أسي وحدي. أقول هدى ما يصير كذا ما مشتري شيء وده ما بيسكر. مهلا تعال باكر. كيف أجي باكر؟ مو ما عندي شغل في البيت أنا فاضح على الجماعة أنا. مو من شغل عندك أنت. شغل سليمان كذا فوق أصل. سليمان الحارس. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. كيف حالك أنت؟ كيف صحتك؟ الحمد لله. أقول لك سليمان. أقول. أنت مو قاعد تسوي. إحنا والله جايين نشتري هدية يعني المدام الأسبوع الماضي. اشترت لي هدية بس الهدية اللي اشترت لي إياها المدام الأسبوع الماضي ما عجبتني. فقررت هالأسبوع تشتري لي هدية تعوضني عن هدية الأسبوع الماضي. هدايا كلها في أسبوع واحد. هنا. مرة أنت مرة هي مرة أنت مرة هي والناس نص هدية محصلين شيء البر. إحنا هدايانا يومياً يومياً هدايانا ما تتوقف. أقول سليمان. نعم. أنتوا إيش جايين نسوي هنا؟ إحنا جايين نشتري ملابس حال الجاهل. جاهل. إيه. أنا ما حد عندكم أطفال. أنت ما تشوف إن المدام حامل؟ مبروك يا مدام. إن شاء الله. ولد بنت متفقين شفتي كيف بنت ولد اللي من الله حياه الله. زين سليمان نعم تقطع شي عندنا اليوم انا مسوي مساعه. لا والله اسمح لنا سليمان كثير مشغول هاليومين. ايوه صح مشغول زين مو مشغول. زين ايش رايك واحنا نجي عندكم؟ أيوة. لا معني اوكي سليمان. شايف هذا المحل اللي قدامك؟ انا بنتظرك هنا. زين ما تتاخر سليمان. شوفت كيف؟ أي تعصبت علي؟ يلا تو أسبوع اللي قاعد تفهم زين؟ أسبوع اللي قاعد تفهم ما أبغى أشوفك أسبوع. يلا الدعوة مفتوحة سليمان مسقعة حارث. ما لقارك كذا أحسه ما طبيعي مرتبك ومتلخبط يعني. لا انتفض عادي هذا كذا طبيعي يعني هذا طبيعي كذا هو. دكتورة هدى زوجتي عزيزة تعالي العشاء جاهز. جاهز. بارك الله تفضل. أقول دكتورة يعني أنا كنت باغي شوية أزور أبوي وأمي يعني بغى أروح بيتهم وبصراحة يعني فضيحة أروح بيتهم ويديني فاضية. فهمت. روح طلع الفلوس من الشنطة واشتري اللي تريده بس أخبرك لا تطول عندهم. لا سريع دقيقة أروح ودقيقة أسلم عليهم ودقيقة أرجع البيت بسرعة. سلامات. لا ما في شيء كل إن شاء الله. أقول دكتورة يعني إن شاء الله يعني مو نسمي الجاهل. وليش نسبق الأحداث؟ إحنا ما نعرف إذا كانت بنت ولا ولد. لا إن شاء الله ولد. إن شاء الله بنت. إن شاء الله بنت 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 مو أسوي على فكرة حتى البنات أبرك من الأولاد. أنت بس لا توتري أعصابك وكلي عشان يتغدى البيبي مالنا. شو بتلزقيها البنية؟ يا ولدي أمك ترى فرحانة بالمولودة. مبروك يا ولدي يا سليمان مبروك يا بنتي يا هدى مبروك. الله يبارك فيك يا عمي. ها
ايش بتسموها البنوته؟ ان شاء الله بنسميها فاطمه. ما شاء الله صلاه محمد عليها. ما شاء الله ما شاء الله قمر تف تف طلع على امها. اقول سليمان، نعم، تاخذ البنت وتغير ملابسها وتعطيها حليبها، بعدها تصير تسوي الغداء. عمتي مو باغيه تتغدي؟ هاي بنتي انا ليه؟ انا اليوم والله فادي بسحنات قاشع. قاشع؟ ايوه عاد سوي لنا قاشع. زين انت يا ولدي خليك سوي حليب حل بنتك، والغداء انا بسويه يا بنتي. زين انا بسوي الغداء. خلي انا بخلي بنتك معاش، انا بسوي حليب واكيد. ايوه سير يلا. زين ما شاء الله ما شاء الله على حياتك. سليمان انت فاطمة بتروي دوام. زين زين بس 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 تعبان معاها معاذ البنية، تعبان معاها، صياعة ما شاء الله عليها، بس ما تعرف غير تصيح. أبا سكتها ما تسكت، أسوي لها حليب ما تشرب البر، ما أعرف ما أسوي. تعرف هذه البنت لما كانت صغيرة عندها نفس المشكلة، وديتها الدكتور وقال ما فيها شيء، كل اللي سويته غيرت لها الحليب وخف عنها الصياح. أنا فكرت أن أغير الحليب لكن ما قدرت، خفت من أمها. وليش تخاف من أمها؟ انت اضرب لي هال اكثر منها هي. انت ما تعرف هذيك كيف لسانها طويل كم الشارع. حاشا نعم لسان هذا ها مرة تاكلني اكل ما تخليني. ايكو مقبول شو من عند الباب؟ ما شاء الله عنده شغال. ها تبع الحق زوجتي ما مقصرة، شغال ومصروف بيت. لا وزيدك من الشعر بيت، نهاية كل اسبوع تودين الحديقة وتودين المجمعات التجارية، الواحد ايش يريد اكثر من كذا؟ واه حظك يا الحارث. ما انا ما عندي شيء البر. بس واحد نفر يجيب. واحد نفر يجيب؟ تمام، روح كمل شغلك. ما شاء الله ورد وبطاخة بعد ها؟ من هين؟ الله يسلمك هذه المدام، كل ما حست نفسها متأخرة في الدوام رسلت لي باقة ورد لحد ما توصل. المدام؟ نعم. عشان بس متأخرة شوية ترسل لك ورد؟ طبعا. واه ما أنا المقروض مسكين، حتى باقة ثقيل ما ترسل لي حرمتي. خبر المش. وليش مستغرب؟ ليش مستغرب؟ ساعة
السلام عليكم. سلمنا. خير ان شاء الله، ليش ما ترد؟ سليمان؟ مو مسوي فيك؟ مستوى كثير. هذا الايام تتاخري. وما حاسه فيني. ما كان انسان في البيت. ولي مشاعر ولي حقوق. ما خليتني وحدي انا والصغيره في البيت. حتى اتصال ما تتصلي فيني على قد قولي انك تتاخري. ومن متى لما اتاخر اتصل فيك؟ هذاك الحارس زوجته لما تتاخر تتصل فيه ولو بعد تجيب له ورد وانت ما تجيبي لي شيء والاسبوع الجاي يحتفلوا بعيد زواجهم بعدهم. الحين ايش دخل حارث وزوجته بحياتنا؟ سليمان اشوفك تسمع كلام الجيران؟ روح اشوفهم كيف عايشين. الحارث زوجته جابت له شغال بس هو يربي الاولاد، اما الشغال يكنس ويطبخ ويسوي كل شيء في البيت. اما انا اسوي كل شيء، انا اكنس واطبخ واربي الاولاد. هذه ما حاله وانت ناسي حتى ما سال عني. اي اولاد؟ هذه بنتك من لحمك ودمك. وبعدين ايش تباني اسوي يعني؟ اودر الشغل واقابل وجهك 24 ساعه؟ من بيصرف على البيت؟ انا ما قلت تجي تقابليني في البيت 24 ساعه، لكن كل شيء لحد. شوف يا سليمان، هذه حياتي وما اقدر اغيرها، وانت لازم تعرف اني موظفه مسؤوله في نفس الوقت دكتوره، يعني عندي التزامات ومسؤوليات تخليني طول اليوم غصبا عني مشغوله، واذا ما عجبتنك حياتي خبرني عشان تلحق يروح يشوف حياته. هذا انت لما الواحد يطالب بحقوقه تقولوا عصبي وتقولوا من حارس. على فكره انا من اليوم ورايح بروح بيت ابوي، ومن الحين بروح بعد الحين بروح. ابركها من ساعه، روح. ولما تشوفي نفسك محتاجة زوج ساعتها كلميني، سمعتي؟ لا بعد ساعتها بيكون لي كلام ثاني معك. اتجنن الرجال، حشو ما صاحي. روح ايوة روح بيت ابوك اشوفك كم تجلس هناك، والله كلها نص ساعة وبترجع. ما انتم ما عارفين حالتي ابدا تراكم. هذه هدى كل يوم تجي متأخرة البيت وتخليني وحدي بينها مع جدران أنا والصغيرة. الصراحة لما أكلمها ما يعجبها كلامي، الصراحة لما أتحمل ذا الشيء وتقوم تصرخ علي كل يوم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا ما أقول غير إن عين وصابتكم، ولا زوجتك هذه هدى ما شاء الله عليها، هذه تنحط على الجرح يبرأ. ها سمعوني، انتم ما فكرتوا في هذه البنت اللي عندكم؟ ايش ذنبها مسكينه؟ ايش ذنبها؟ قولي ما حدكم كذاك؟ زين انا مو اسوي يعني، هي هاملتني انا مو اسوي يعني. يا ولدي انا اخاف حد يمكن تارس راسك على زوجتك، لان انا اشوفها ما مقصره معاك. انتم ما تعرفوا شيء، قلت لكم ما تعرفوا شيء، ولا يعني انا ساكت وما اتكلم؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، حسبي الله ونعم الوكيل، انا ما حدكم كذاك، بس ما اعرف ايش اللي صار لكم. اسمعني يا ولدي، انت جلست معانا هنا، ترى انت مغري وهذا بيت ابوك، وانا بعدني اسير عن زوجتك واكلمها عشان اعرف ايش صاير اللي بينكم. هاي سليمان عمره ما كان كذا، اتغير من يوم محارث وزوجته دخلوا حياتنا. يا الله عفسوا حياتنا فوق تحت. عمره ما كان يكلمني بهذه العصبيه طول حياته. بسرعه شوي. يلا روح. شكرا. طول حياته كان مطيع وهادي. وايش علاقة حارث وزوجته في زعل سليمان؟ زوجة حارث معيشة زوجها بحب ورومانسية وقدام عيون سليمان، وهذه الافكار تشكل اخطر الافكار الهدامة للحياة الزوجية، واذا استمر الوضع كذا نحن نحس باحراج قدام ازواجنا. اتصوروا لما يشتاقوا لبعض وهم موجودين في نفس البيت، كل واحد منهم يروح بغرفة ويكلم الثاني بالجوال. ليش؟ يعطوا للشوق طابع مختلف عن الطابع المعروف. ولما تحس نفسها انها بتتأخر في الدوام تقوم تطرش لزوجها باقة ورد. الحين انتوا كيف ما تريدوا سليمان يزعل ويحتج؟ هذه الحرمة اكيد تعاني من حالة عقلية. ما في حرمة تعامل زوجة بهالطريقة إلا إذا فيها حالة نفسية وعقلية مو طبيعية.
الحين نحن كيف نثبت لسليمان إنها مجنونة وهو ماخذ هذه زوجة حارث مثال أعلى للزوجة اللي تبهر وتسحر زوجها بالغرام والرومانسية؟ أصلاً يا حبيبتي صعب إنك تثبتين إنها مجنونة، وخصوصاً هي موظفة على رأس عملها، موظفة كبيرة مثلها مثلك. أنتوا ما تعرفوا سليمان إيش كثر صار حساس وغيور، متعبني. أنا اشتقت لبنتي وايد. وليش تضحكوا؟ قولي لي يا بنتي، إذا ولدنا مقصر في واجباته، في شغل البيت ولا في تربية البنية، خبريني، أنا أبوه بكلمه وبناصحه. سليمان مستوي حساس كثير ومن أقل شيء يزعل. اتصور يا عمي لما تأخر في الشغل يسوي منها 100 مشكلة، يريدني أمشيها طلعة، يباني كل أسبوع أودي المجمعات التجارية ولا أخذ الحدائق. لو كنت فاضية ما عليه، بمشي بطلع بفسحة كل يوم ما كل أسبوع. بس يا عمي تعرف أنت أنا مشغولة في شغلي، دراساتي أبحاثي والندوات اللي أشرف عليها. يعني يرضيك؟ يرضيك هذا اللي جالس يسوي سليمان؟ لا والله يا بنتي ما يرضيني، والشغل أبدأ، بس هو زوجي وانت تعرف الأزواج كيف. أنا أطلب منك طلب وأنا أحمش ولا ترديني، كلمي راضية طيبة خاطرة بكلمتين حلوين من عندك، ما عشان خاطره هو، خاطر هذيك الطوم الصغيرة اللي حتى سنة بعدها ما كملت. هاي يا بنتي أنادي. نادي يا عمي نادي. بارك الله فيك يا أم سليمان. أم سليمان نادي سليمان وتعالوا. تعالوا يا أخوي خليل. لا أقول أخطف أنت قدامي، أخطفني أهلكتني، نعم أهلكتني. تعال يا ولدي تعال. بس بس اسمعني يا سليمان، هذه هدى جاي تراضيك، وانتوا اليوم ما صغار ولا تجلسوا تكبروا الأمور وتضحكوا الناس عليكم. وانتي يا بنتي مثل ما لك حقوق الطاعة عليه، يغسل لك ثيابك ويطبخ لك ويراعي بنتك، هو بعد له حقوق عليكم. إذا طلب منك إن تطلعي خليه يطلع يتمشى 24 ساعة محبوس في البيت وانتي مشغولة عنه، أكيد بيضقر ويمل ويتعب. وإحنا يا بنتي ما دايمين حالكم، اليوم عايشين وبكرة ميتين. هو مسكين ما له غير هالله فيه. وبعدين نسيتي يا بنتي إن عندكم بنية وهو أبوها، فمن حقه إن يتدلع شوية ويتغلى عليش. بعد ما قلنا شيء يا عمي بندلع، بس مثل ما قلت لك سليمان صار عصبي وغيور. وبعدين خبرني أنا حل من أشقى، يعني ما حاله وحال بنته؟ كل اللي أبغاه إنه يقدر ظروف شغلي، بس هذا اللي طالبت منه. ها سليمان قول، سمعني صوتك. ما أنا أبغى أشتغل. إيش تبغى تشتغل؟ أيوة أبغى أشتغل، أبغى أكون رجال فاعل في المجتمع. فاعل في المجتمع؟ حش هذا ما كلامك عن الشغل. خلاص أنا بجيب لك شغال وبيساعدك في البيت، بس شغل ما عندي زوج يشتغل. ليش؟ وش المانع يعني؟ ومن بيربي البنت؟ لا تقول لي الشغال، في كل الأحوال أنا ما أقدر أودر شغلي وأجلس في البيت. وبعدين تعال خبرني كل اللي عندك ذيك الابتدائية، يعني ليش ما تشتغل فيها؟ بس اللي يبغى يفضحني، باغي يفضحني قدام اللي يسوى واللي ما يسوى. با الشغل ما عيب. ما قلت عيب، بس راعي مكانتي، راعي سمعتي، أنا دكتورة موظفة مسؤولة. أنا ما متعود إني أتدخل، بس في هذا الكلام أنت غلطان، أنا ما عندي كلام غيره، هذا كلام قلته. وأنا مصمم على الشغل. وأنا قلت لا ماشي شغل، إذا كان ما ترجع البيت كان بها، وإذا ما ترجع اجلس بيت أبوك ومصروف بنتك يوصل لك الأول شهر، وكلام غير هذا ما عندي. أنت المفروض تعرف قضيتك على الصحة، عشان الكل يعرف ان زوجتك ظالمتك وما معطتنك ابسط حقوقك. يعني بصراحة يعني انا حارث بصراحة انا خاف ان تزعل. يعني انت اهم منك زعلها؟ خليها تزعل، اهم شيء تعطيك حقوقك. يعني انت بتخبرني انت وانت حرمتك معطتنا كل حقوقك؟ طبعا شغال ومفرط لي الراتب وكل شهر تعطيني، ولا حاطرتل على رجل.
لا، وفوق هذا مدلعتني بأحلى الكلام، وعمرها ما رفعت صوتها علي. وتعرف الأسبوع الجاي ناوية تحتفل بعيد ميلادي. يا ربي، كل هذا مسويتنا حالك؟ هي طبعا. نزين، انتو الأسبوع الماضي أعتقد كنتم محتفلين، تحتفلوا مرة ثانية؟ الأسبوع الماضي كانت حفلة عيد زواجنا، والحفلة اللي بتجي حفلة عيد ميلادي، ويعني هاي حفلة خاصة عاد، أنا ما بخبرك كيف نحتفل فيها. أقول حارس؟ نعم. خبرني عن مكان قريب الحين، خبرني وبعدين خبرني إيش أقول لهم. أنا بخبرك مكانها وبخبرك إيش تقول لهم. اسمعني. مرحبا إيمان، قريت الصحافة اليوم؟ فاضحنا سليمان منزل قضيتنا بالصحافة. صدقيني هذا اللي صاير. لحظة عشان تصدقي بس أقرأ لك الخبر. لحظة شوي. أي سمعي، زوج يشكو ظلم زوجته ويعتزم التظاهر مع أزواج آخرين. تصوري فضحنا، تصوري ما خلى حساب للعشرة وما راعى ان في بيننا بنت. سليمان ولدي، علامك سليمان. قوم يا ولدي، ايش فيك يا سليمان؟ سليمان قوم، ترك اقلقتنا عليك. قوم سليمان، قوم بسك نوم، قوم سليمان. سامعني سليمان؟ انا وين؟ انت في المستشفى يا ولدي. يا الله يا ابوي، سلامتك بابي. الحمد لله على السلامه يا اخوي يا سليمان. صار لك حادث بسيط وطحت. حادث بس الحمد لله، الطبيب طمنا عليك انك بخير. الحمد لله. طبيب؟ الحمد لله. ايش اللي صاير؟ ما صار شيء، ما صار الا الخير يا ولد الحلال. لا صاير هدى ضربتني بوكس. بوكس؟ هدى ضربتك بوكس؟ ايوه. وانتي ضربتي ولدي بوكس؟ لا والله، حشي انا اقدر اضرب ولدش بوكس؟ انا ضربتيني. احنا كنا نطالب حقوقنا المسلوبه، وانتو نفس الشيء قاعدين تطالبوا حقوق المسلوبه، وانتي ضربتيني بوكس. حقوق؟ اي حقوق يا ولدي يا سليمان؟ مالك ابوي؟ ما انا كنت اكنس وكنت اطبخ وكنت اشتغل ومربي بنيه اسمها فاطمه، كل شغل فوق راسي كان. اخوي سليمان مالك؟ سلامات. اي شغل واي بنت واي فاطمه واي حقوق، سلامات. يعني انتو ما في مني هذا البر؟ لا ابدا. اقول هدى، شكله زوجك كانه بديلكم افترى شوي عنده. سليمان، كل اللي صار انك رجعت من الدوام وانا ما محضرت لك الغداء. اهلا. يعني الغداء بعد ما جاهز؟ اصبر علي شوي، الحين بجهز. شوفي يا حرمة، تراني صبرت عليش اكثر من اللازم، وما فيني اصبر اكثر من كده. عاد 100 مرة قايل لك ان الغداء يكون جاهز قبل ما اوصل من الدوام، انت ما تفهمي. تراني اقسم بالله العظيم اذا عدتيها مرة ثانية بطرشك بتبوش، فهمتي؟ انا مريضة اليوم عشان كذا تأخرت في طبخ الغداء، وبعدين انت الله يهديك اتصلت فيك عساس توديني للمستشفى وانت ما رديت علي. خير يا طير علي، مريضة وانا مالي، اتمرضي ان شاء الله. مو تحسبين انا اجي منك اركض على سنة وديش المستشفى؟ ها؟ هذا ابو قاصر. خلاص لا تزعل عمرك، اصبر علي شوية، كلها دقايق وبجهز الغداء. انا ازعل؟ خاصي انا اتغدى برا، لما ارجع بيصير لي كلام ثاني معاش، فاهمة؟ تغدي وحدك يلا. قمت انت تنازعت وعصبت وطلعت من البيت وفجأة ضرب راسك الجدار. هذي حرماني ما مسويت لي غدا؟ معقولة انا جاي من الدوام؟ ايوه صح هذا اللي صار. صح كلامك. بس كذا يعني؟ بس هو هذا يعني؟ ماشي بوكس، ماشي مطالبات، ماشي كذا؟ ماشي. الحمد لله رب العالمين. المهم اخوي سليمان، الحمد لله على سلامتك، وهذا الورد هديه
علشان انت قمت بالسلامة. الله يسلمك بالخير اخوي، هذا حالي يعني؟ طبعا حالك. يا الله، انا ما اشتهر هذا الورد. هذا الورد حال زوجتي الغالية نعم هدى، هي صابرة علي مشتقية في البيت. تفضلي تفضلي. استاهلي حالي انا؟ هذه أول مرة في حياتك سليمان تعطيني ورد. حارس. نعم. أنا بعد أريد ورد. أبو سليمان. نعم. جيب اللي ورد. باغية ورد باغية؟ بجيب اللي شربطت في قلتي. I'm not sure.